اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجود على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ناس كتير كلمتني على منتجات للتخسيس اسمها منتجات مازوره، لقيت دكاتره كتير بتوصفها للناس للتخسيس. ناس كتير بعتت لي على الخاص تجاربها لما جربت المنتجات بناء على وصف الدكاتره ليا، وناس كتير بعتت لي على القناه عشان اعمل ريفيو عن هذه المنتجات. هذا الفيديو هو ريفيو عن 7 منتجات لمنتجات مازوره، هنعرفهم بالتفصيل مع بعض ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي منتجات مازوره؟ اول منتج يا جماعه، ويا ريت الناس لو حابه تكتب بس المنتجات دي والتفاصيل بتاعتها تكتب معايا. اول حاجه مازوره سليم اكسبريس، دي علبه يا جماعه فيها 60 كبسوله ب 800 جنيه. الدعايه بتقول ان هي اقوى 2500 مره من الشيتوزان في حرق الدهون، وبتساعد على انقاص الوزن والتخسيس. طيب الجرعه بتاعتها قد ايه؟ الناس بتاخدها بجرعه 4 كبسولات في اليوم، واثنين قرص قبل الوجبتين الرئيسيتين، يعني العلبة هتكفي سيادتك 15 يوم ب 800 جنيه. تاني منتج من منتجات مازوره، مازوره سليم كات، دي علبة فيها 84 كبسولة بتباع ب 750 جنيه. الدعاية بتقول لك إن دي مواد فعالة مستخلصة من مواد طبيعية آمنة جدا تستطيع غلق الشهية تماما. الجرعة بتاعتها 6 كبسولات يوميا، قرصين قبل كل وجبة. العلبة هتكفي سيادتك 14 يوم. ثالث منتج من منتجات مازورة، مازورة سليم بلوك، دي علبة 60 كبسولة بالسعر بتاعها ب 650 جنيه. الجرعة بتاعتها 2 كبسولة مرتين في اليوم، يعني العلبة هتكفي سيادتك 15 يوم، يعني نص شهر. الدعاية بتقول على المنتج ده انه بيمنع امتصاص الكربوهيدرات والدهون، وبيتحكم في امتصاص النشويات بتركيبة خماسية من المكونات الطبيعية الفعالة. يعني مش هتمنع نفسك من الحلويات، تقدر تاكل كنافة وعيش ورز براحتك من غير أي زيادة في الوزن. حتى لو كل يوم بتلخبط في الأكل، المنتج ده هيسد معاك، ومعاه هتقدر تاكل كل اللي بتحبه بدون قلق، وتقدر تكتر في الأكل براحتك، وما تخليش الأكلة الحلوة تفوتك، وهيقولك للنشويات لا، وهيقلل رغبتك في الأكل. رابع منتج يا جماعة، مازورة سليم زيرو بيلي، ودي علبة فيها 30 كبسولة ب 750 جنيه. الدعاية بتقول عليها إن هي بتساعد في مضاعفة معدل الحرق، وتقدر تغير المقاسات بتاعتك والتخلص من البطن والأرداف بطريقة آمنة وصحية 100% لغناه بمستخلصات ومكونات طبيعية هتساعدك توصل للفلات استومك، المعدة المسطحة. هذه المستخلصات حاصلة على شهادة أفضل مستخلص للقضاء على البطن والأرداف وتغيير المقاسات بشكل ملحوظ. خامس منتج من منتجاتهم مازورة سيل سيليوليت، دي علبة 40 كبسولة ب 900 جنيه. الدعاية بتقول عليها ان ده روتين التخلص من السيليوليت، بتساعد في تنعيم الجلد والتخلص من التعرجات، وعبارة عن كبسولات لشد الجلد وتحفيز الدورة الدموية وتحسين توزيع الخلايا الدهنية تحت الجلد بشكل صحيح. سادس منتج من منتجاتهم مازورة سليم فايبر، وده العلبة بتاعتهم ب 700 جنيه. الدعاية بتقول ان هو غني باكتر من 5 عناصر من الالياف الطبيعية القوية عشان تضاعف الاحساس بالشبع وتخليك غير قادر على اكل اي كمية طعام العادية. سابع منتج والاخير يا جماعة من منتجاتهم مازورة سيل كريم لشد البشرة، علبة ب 600 جنيه، بيقولوا عليها الفيرمينج كريم، وده بيقولوا عليه في الدعاية ان ده اول كريم في مصر بفعالية مثبتة للتخلص من السيلوليت وتنعيم وشد الجلد وتحسين توزيع الدهون تحت الجلد، وبيعتبروه اقوى روتين لمسح السيلوليت للابد، لدرجة في الدعاية يقولك المتكرمش هيتفرد بهذا الكريم. طيب دكتور، ايه حقيقة هذه المنتجات؟ اول منتج يا جماعة مازورة سليم اكسبريس، المواد الفعالة اللي فيه مستخلص عيش الغراب بيقولوا عليه ال H2O سليم، والخرشوف والنعناع وثمرة الكارجينيا كومبوجيا، وانا هحط لكم لينك فيديو ناقشت فيه كوارث استخدام ثمرة الجارسينيا كومبوجيا في مكملات التخسيس، هحط لكم في اللينك اسفل الوصف بتاع الفيديو، لازم الناس كلها تشوفه. تاني حاجة مستخلص ثمرة النبا،
طيب هل ليه اثار جانبيه؟ طبعا يا جماعه، بيعمل صداع طبقا للناس اللي اتواصلت معايا وقالت لي الاثار اللي حصلت ليها، بيعمل صداع، تورم، دوخه، خفقان في القلب لدى مرضى الضغط المرتفع، كمان بيعمل طفح جلدي، بيقلل مستوى السكر، وبيعمل حرقان وارتجاع في المريء. طيب دكتور ليه موانع استعمال؟ طبعا يا جماعه في الحمل، لان في مواد بتعمل تقلصات في الرحم ممكن تسبب الاجهاض. تاني حاجه في الرضاعه ممنوع، الاطفال اقل من 18 سنه ممنوع، مرضى النزيف والقلب والسكر والضغط، مرضى الفتق الحجابي او الارتجاع المعدي، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى والمراره وانسداد القناه الصفراويه. التدخلات الدوائيه بتاعته بيتداخل مع ادويه السيوله وادويه السرطان وادويه القلب وادويه العلاج المناعي. تاني مكمل يا جماعه مازوره سليم كاب، المواد الفعاله اللي موجوده فيه سبايرولينا وجلوكومنان ومستخلص ثمره النبا زي المكون اللي فوق والكروم والزنك. خلي بالكم الكروم اللي هو الكروميوم، انا عملت فيديو وكتبت على كوارث استخدامه في مكملات ادويه التخسيس، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو، لازم كل الناس تشوفه. الجلوكومنان يا جماعه من الحاجات اللي بتسبب الام في المعده وخطر الاختناق وصعوبات البلع، وبيستخرج من جذور الكونجاك، وسبق وقبل كده عملت عليها فيديو عن الكونجاك يا جماعه، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو. طيب دكتور هل ليه اثار جانبيه؟ طبعا يا جماعه بيعمل غثيان، اسهال، قيء، صداع، تعب. خلي بالكم فوائد السبايرولينا للتخسيس غير مثبته علميا، في بعض الحالات احيانا بتعمل تاثير معاكس، بتزود في الوزن لان محتواها العالي من اليود للاسف بيؤثر سلبيا على الغده الدرقيه، فبتعمل احتباس للسوائل وبتزود الوزن. وخلي بالكم المنتج ده بيأثر سلبيا على مستوى سكر الدم. لذلك من موانع استعماله اضطرابات الغده الدرقيه، الحمل، الرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى الفينايل كيتونيوريا، مرضى النزيف، وامراض المناعه الذاتيه زي الزئبه. ويجب العلم ان مستخلص السبايرولينا قد احيانا تكون ملوثه بالبكتيريا والمعادن الثقيله، فبتسبب لبعض الناس تليف في الكبد والصدمه والوفاه احيانا. ومن اهم التدخلات الدوائيه لهذا المنتج يتداخل مع ادويه السيول. ثالث منتج يا جماعه مازوره سليم بلوك، المواد الفعاله الموجوده فيه الشيتوزان بتركيز 1200 ملي جرام، فاسولامين اللي هو مستخلص الفاصوليا البيضاء 400 ملي جرام، وقهوه خضراء بتركيز 400 ملي جرام، وزنك بتركيز 10 ملي جرام، وبي 6 بتركيز 1.4 ملي جرام، وكروم بتركيز 40 مايكرو جرام. الاثار الجانبيه بتاعت هذا المنتج بيعمل امساك وغازات وغثيان وقيء وانتفاخات واضطرابات في المعده، بيطلع بثور في الفم والانف، بيعمل ارق وقلق واكتئاب، وبيسبب هشاشه العظام ومنع امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون اللي هو فيتامين A وD وK وE، وكمان بيمنع امتصاص المغنيسيوم. لذلك من موانع استعماله الحمل والرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، حالات انسداد الامعاء، الامراض الالتهابيه في القولون زي مرض كراون او القولون التقرحي، كمان يا جماعه الناس اللي عندها الام في البطن مع زياده القيء والغثيان بطريقه مستمره. من اهم التدخلات الدوائيه مع هذا المكمل ادويه الحموضه، ادويه تثبيط المناعه، ادويه ارتجاع المريء، ادويه الضغط والسكر، والفيتامينات التي تذوب في الدهون، والمغنيسيوم لو انا هاخدهم اخدهم قبل او بعد المنتج بساعتين على الاقل. عندنا بعد كده يا جماعه مازوره سيل سيليوليت، المكونات بتاعته عباره عن الكولاجين والكركم، مستخلص بذور العنب، ومستخلص نبات السنتيلا اسياتيكا، ومستخلص ثمره الجوارتا. اولا يا جماعه الكولاجين لابد من استخدام بيبتايدات الكولاجين النشطه بيولوجيا اللي بنرمز لها بالرمز البي سي بي، علشان نحسن السيلوليت والحصول على تاثير ايجابي على صحه الجلد لمده 6 اشهر على الاقل، وليس الكولاجين العادي. لا يوجد اي دليل على ان هذه المكونات اللي ذكرتها دلوقتي في هذا المنتج تقلل السيلوليت او اعالجه بيها. لعلاج السيلوليت لازم الاول اعرف المرحله اللي فيها السيلوليت، هل المرحله الاولى، هل المرحله الثانيه، هل المرحله الثالثه. لازم اعرف نوع السيلوليت، هل هو نوع لين او صلب او حتى متورم. لازم اعرف النوع بتاع السيلوليت، وطريقه العلاج بتحدد بناء على هذه المعطيات. وده يا جماعه ينطبق على نفس الكلام على الكريم اللي عاملينه لشد الجلد. خامس منتج اللي هو المازوره سليم فايبر، المكونات بتاعتهم عباره عن البنجر، حاطين لك مستخلص بذور الكتان والشوفان، ومستخلص بذور القطونه، ومستخلص الدندليون.
طب ليه اثار جانبيه؟ طبعا يا جماعه بيعمل غازات والام في المعده، اسهال وامساك وغثيان وقيء وتشنجات ومغص في الامعاء وصعوبه التنفس، الم مع صعوبه البلع وصفير بالصدر وعدم انتظام لضربات القلب. من اهم موانع استعمال هذا المكمل هو الحمل والرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى السكر والقلب والشرايين، امراض انسداد الجهاز الهضمي والامعاء، والناس يا جماعه اللي عندها تاريخ من الاصابه بامراض سرطان القولون او المستقيم، ومرضى الفينايل كيتونيوريا. اخر مكمل يا جماعه هو مازورا سليم زيرو بيلي، هو عباره عن مستخلص الموروسيل الاحمر، وده مستخلص برتقالي مركز غني بالانسوسيانين والكابسي ماكس واللاكتيك. هذه المكونات يا جماعه لا تساعد على التخسيس بدون نظام غذائي او رياضه. طبعا الدعايه بتقول على هذه المنتجات كلها ان جميع المنتجات مرخصة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحاصلة على ترخيص هيئة سلامة الغذاء الأوروبية وخالية من السيبوترامين، وكمان المنتج قدر يكون رقم واحد في أوروبا. لازم الناس تفهم يا جماعة ان الترخيص شيء، واللي بيقولوه في الدعاية على هذه المنتجات لما يتم ترخيصها كمكملات، كمجرد مكملات، الدعاية اللي بيقولوها ده شيء تاني خالص. لما تعلم الناس ان هي تاكل براحتها وما تحرمش نفسها من الأطعمة الضارة وتاخد المنتجات دي، يبقى لازم الناس تفهم ان في حاجة غلط. لما دكتور يطلع يتكلم على كذا دواء منهم الأدوية بتاعتهم ويقولك ان دكتور فلان، تعال نشوف التجربة بتاع الدكتور فلان اللي خس مع منتجات كذا، الدكتور ده انا بشوفه في كل الأدوية يا جماعة، في كل الأدوية بلاقيه بيطلع على المنتجات. هو حضرتك كدكتور خسيت على كل المنتجات؟ طب السؤال الثاني، انت كدكتور اصلا كون انك انت تخس على منتج دي كارثه، دي كارثه، يعني دي كارثه الكوارث. لما يقول لك ان مازوره جات لك من البرتغال، يعني سابت اوروبا كلها وجات لك مصر عشان تحقق احلامك وتحقق لك سر التحول السحري لجسمك، طيب مش تخلص يا استاذنا السمنه اللي موجوده في البرتغال واوروبا وبعد كده تيجي للمصريين، ولا المصريين اسهل ناس يضحك عليهم بالنسبة لكم؟ طب لما يقول لك اشتري عبوة بخصم 10% او اشتري عبوتين بخصم 20%، خد عبوتين وهدي لك ميزان هدية، الكلام ده كله يا جماعة موجود على صفحتهم ما جبتهوش من عندي، خد اشتري عبوتين من المنتج وهندي لك متابعة مجانية مع دكتور تغذية متخصص لمدة شهر. دكتور تغذية متخصص يتابعك لمدة شهر؟ ده لازم ياخد رقم من الشخص اللي بيتابع معايا يا جماعة، ازاي هيتابعوا كده متابعة مجانية؟ يبقى كده لازم تفكر الناس لما تلاقي الحاجات دي، لازم تفكر ان في حاجه غلط. اذا رايت منتجا مجانيا فاعلم ان سيادتك السلعه. الدليل يقول لك اعمل لايك وفولو واعمل منشن لاصحابك وشير البوست وتعال هنديك علبه مجانيه. كده بيستخدموك كدعايه ليهم واعلان للمنتجات بتاعتهم. لذلك بقول لكم احذروا الدعايه المضلله للمكملات. رحله التخسيس رحله بتتطلب منك الصبر والالتزام، واذا كنت بتعتقد بوجود منتج سحري لناس في الوزن فانت واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الارباح من وراء اوهامه، فلا تكن انت ذلك الشخص. التخسيس الحقيقي يتم بناء على تفاصيل الحاله الصحيه، ومن ثم وضع برنامج غذائي احترافي للتخلص من السمنه واثارها الجانبيه والرجوع بالجسم للحاله الصحيه. وننهي الموضوع يا جماعه، ما اقعدش اخس وارجع تاني، اخس وارجع تاني وافضل في دايره مغلقه حوالين نفسي. اتمنى توعيه صحيه حقيقيه سليمه لكل الناس من خلالها، اتمنى وجود شخص على الاقل في كل بيت لديه وعي صحي حفاظا على صحه الناس وحمايتهم من الاستغلال. لا تنسوا متابعه على صفحه الصحه والتخسيس على الفيسبوك وعلى قناه تيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمت لمزيد من الفيديوهات القصيره حول الصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. اتمنى الفيديو عجبنا، ولو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس، ويا ريت يا جماعه نشير الفيديو لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.